السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بمحافظة الإسكندرية. شقة روعة للبيع بمنطقة الإبراهيمية وسط البلد، عبارة عن 4 غرف وريسبشن، 2 قطعة وحمام. عرض الشارع 16 متر، البرج بناء 2016، مدخل واجهة فندق شيك. بس قبل ما نتكلم على التفاصيل بشكل كامل، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل الشقق الجديدة والحصرية وكل أخبار العقارات في مصر. يلا بينا نبدأ. شقة تمليك للبيع في الإسكندرية بمنطقة الإبراهيمية. مساحة الشقة 150 متر، والشقة عبارة عن 4 غرف وريسبشن 2 قطعة ومطبخ وحمام. البرج بناء 2016، مدخل فندقي بواجهة شيك. يوجد أسانسير وعداد كهرباء وعداد مياه وعداد غاز طبيعي. يوجد رخصة بناء وحصة عقارية، تشطيب سوبر لوكس، ويوجد حارس وتليفون أرضي وتراس. الدور يوجد بشقتين، ومساحة الشقة 150 متر، والشقة بالدور السابع، ويوجد 2 أسانسير. شقة روعة وقريبة من كافة الخدمات ولا تحتاج أي مصاريف. دفع المبلغ كاش والاستلام فوري. شقة للبيع بالإبراهيمية، منطقة روعة جدا تصلح لكافة الخدمات والاستثمار. للتواصل مع المالك والشراء والمعاينة من خلال الرابط هتلاقوه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني المعروض أمامكم. ولو عايزين أي شقة في الإسكندرية في أي مكان وبأي سعر، اكتبوا لنا تحت في التعليقات وهنحاول نوفرها ليكم في أقرب وقت ممكن. بننزل عروض مختلفة من كافة الأماكن بمدينة الإسكندرية، ويرجى الاتصال للجادين فقط لتحديد موعد للمعاينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بمحافظة الإسكندرية. شقة روعة للبيع بمنطقة الإبراهيمية وسط البلد، عبارة عن 4 غرف وريسبشن، 2 قطعة وحمام. عرض الشارع 16 متر، البرج بناء 2016، مدخل واجهة فندق شيك. بس قبل ما نتكلم على التفاصيل بشكل كامل، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل الشقق الجديدة والحصرية وكل أخبار العقارات في مصر. يلا بينا نبدأ. شقة تمليك للبيع في الإسكندرية بمنطقة الإبراهيمية. مساحة الشقة 150 متر، والشقة عبارة عن 4 غرف وريسبشن 2 قطعة ومطبخ وحمام. البرج بناء 2016، مدخل فندقي بواجهة شيك. يوجد أسانسير وعداد كهرباء وعداد مياه وعداد غاز طبيعي. يوجد رخصة بناء وحصة عقارية، تشطيب سوبر لوكس، ويوجد حارس وتليفون أرضي وتراس. الدور يوجد بشقتين، ومساحة الشقة 150 متر، والشقة بالدور السابع، ويوجد 2 أسانسير. شقة روعة وقريبة من كافة الخدمات ولا تحتاج أي مصاريف. دفع المبلغ كاش والاستلام فوري. شقة للبيع بالإبراهيمية، منطقة روعة جدا تصلح لكافة الخدمات والاستثمار. للتواصل مع المالك والشراء والمعاينة من خلال الرابط هتلاقوه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني المعروض أمامكم. ولو عايزين أي شقة في الإسكندرية في أي مكان وبأي سعر، اكتبوا لنا تحت في التعليقات وهنحاول نوفرها ليكم في أقرب وقت ممكن. بننزل عروض مختلفة من كافة الأماكن بمدينة الإسكندرية، ويرجى الاتصال للجادين فقط لتحديد موعد للمعاينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بمحافظة الإسكندرية. شقة روعة للبيع بمنطقة الإبراهيمية وسط البلد، عبارة عن 4 غرف وريسبشن، 2 قطعة وحمام. عرض الشارع 16 متر، البرج بناء 2016، مدخل واجهة فندق شيك. بس قبل ما نتكلم على التفاصيل بشكل كامل، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل الشقق الجديدة والحصرية وكل أخبار العقارات في مصر. يلا بينا نبدأ. شقة تمليك للبيع في الإسكندرية بمنطقة الإبراهيمية. مساحة الشقة 100